مرحبا بكم في فيديو جديد معكم ربيع اند علي جيمر في فيديو جديد. في اول فيديو بالقناة، بس ما تنسوش اللايك عشان يجيكم كل منزله. نحن منعرفكم على حالنا، اسمنا ربيع وعلي، ربيع وعلي من مزبوط. واذا بتشوفوا قناتنا الاصلية، قناتنا الناس اللي عليها اسمها، بتشوفوا فينا شكلها، نحن شكلنا رح تشوفوها بالوصف، عن جد بالوصف ما عم بكذبش، شوفوها بالوصف، تحت الوصف رح تلاقوها الكلمة. لما بيعرف عليها. لما بيعرف الوصف انا بقول لكم شو كيف، بتنزلوا تحت في كبسة بتكبسوا عليها تحت. انا بقول لكم وين، واكتبوا هذا الاسم ربيع اند علي وما تغلطوا ابدا، رح يطلع لكم كلمة عليها. انا عم بنتركم لتكتبوها الكلمه، انا ما بزعل حدا، عم بنتركم لتكتبوا الكلمه. او انتم فيك توقفوا الفيديو، ايه هلا بنرجع بس تكبسوا عليها. بنرجعكم، وهذه هي القناه، عشان انا اعلمكم كيف تفوتوا على الوصف. يا وهي هي قناتنا الجديده، بس هيها الوصف، بتفوتوا على ما في هوليك، ما فيش هوليك، مع محل ما كاتبين الاسامة، نحن في كاتبين الهولي في غني فوق تركية. 13 مشاهد فوق، فوق تكبسوا عليها بطلع لكم خاص احفظيكم يا اوكي. بس ترش باي عشان تعرف شكلنا. هينا نحن ما بنفذكم حالنا، بس ما فينا هلا عشان التليفون ما كتير بتفوتوا. ايه بس خلينا نوقف شوي الفيديو، بناش نسكره. وهي بتفوت على الوصف وطلع. بس لا بس هون ما هذه شو بدكم فيها لهالوصف؟ هلا انا بدنا احط لكم وصف قناتنا هون، اذا بدكم تشوفوا لهالي الاغاني رح نكتبهم اياها، هي مكتوب على الوصف. مثلا اذا انتم في اغاني بتفوتوا عليها رح يطلع لكم هيك، بتظبط تخريبة الميزان. ان اذا ما هيدا اذا بدك تنزل برنامج جديد، بس هلا بس هلا شو بدكم فيه؟ ما شو بدكم فيه انتو؟ هيدا ما بتفيدكم، بتفوت على هيك ايه بس خلص. هلا نرجع للفيديو، يلا ولا نحن انتو هلا شفتوا الوصف، بس انا اعرفكم على السيرفر الجديد. يلا بس خليني افرجيكم اليوم من بدايته. وهون اول بتفوتوا هون راح تلاقوا below on the server 5 play 1 2 3 4 5، بفوت فيه خمسة بس. انا استغلتوا هذا انا استغلتوا هذا السيرفر، واذا بدكم سيرفرات انا بعملكم. ولا محل بيت يعني ما عاملينه بيت هلا، ايه شوي يعني روم يستخسن به ساعة بتنام. هذا اللي انا وخيي، وهلا هلا نصلي نصلي والله نصلي انا وخيي، رح نلعب بهذا السيرفر، رح ننزل لكم فيديوهات انا وخيي اللي قاعد حي حد. اذا بدكم نحن بس نحن قصير المقطع عشان هذا اول مره بنشوفكم فيه. لا ما نقصرين، نحن بدنا نعرفهم على السيرفر بعد ما نخلص. ايه بس نحن نعرفهم هذا هون، هذا بيكون كراوي بيساعدنا بتستروا بتفوتوا انتوا فيكم تفوتوا معي ده ل100 مشترك، وبس تفوتوا بتلاقي بس معنا مفاجأة بهون. شوفوا بس ايش بفرجيكم هيك، انا بفرجيكم عشان تتفاجئوا شو عملنا بباب الخيالي يعني. ايوه ترارارا هذا عملت انا كل هول. خلينا نهرب من السيرفر. احمد لا عادي ولو احنا ما بيهمنا، بس كنت عم فاتلك من السيرفر. ف كيف فاتوا هول؟ ما مضطرين نسكر باب الخيالية، مضطرين. فنحن هلا بنروح نجيب سلاحنا، بس بحنا الحلو وهذا انا عمارته حتى. الصبي روح على البوابة الخيالية دي عم غراضك. لا ما بيهموني. طب يلا تعال روح مع بعض نلبس الدروع على الايرون
نلبس دروعنا وما تقولونا ان احنا انتو نحنا مش غشاشين. مو اللي غلط نحنا جبناهم الكريليتيف. نحنا زبناهم ما منكذب. نحنا منكذب جبناهم هون من كريليتيف ونحن ما بنكذب على اي اشخاص. بس انا بدي اياكم انتو تتابعوني هالقناة. والله لو تبعتوني حنزلكم عليها اكتر. بدنا عالم جديد. عالم جديد. بدنا عالم جديد. متابعين جديد. رح تصفوا بهالقناة. وصلنا 100 مشترك بدناش القاض. بس بدنا 100 مشترك. اذا وصلتونا 100 مشترك كتير. ما ضلنا على القناة طول السنة. طول عمرنا. بس يمكن. بس كل واحد يكتب لي اسمه بالتعليق اسمه عائلته لنعرف عشان نعرف ان انتم المتابعين. اكتبوا انتم لا روح خد اغراضك الضرورية. مين عم بيقتلنا؟ اكتبونا بالتعليقات مين هيدا. يلا خلينا هاي كان الفيديو. ما تنسوا لايك وسبسكرايب. عايزين كل سمامة ومعكم السلام. ومع